بالنسبه لموضوع الميكانيزم اوف ستيميليشن اوف ذا اوديتوري ريسبتورز، انا طبعا هبقى معترف ان انتم بس عندكم باك جراوند على الاستراكشر بتاع الاورجن كورتي والريسبتور سيلف محطوطه ازاي، بس عاوز اراجع معاكم النقطتين هنحتاجهم واحنا بنتكلم على الميكانيزم اوف ستيميليشن اوف ذا اوديتوري ريسبتور، وهو انه في الكوكليار تشامبرز عندنا في تيري لينف واندولينف. الاسكالا ميديا فيها اندولينف، وفي الاسكالا فيستيبيلاي والاسكالا تمباناي موجود بيريلينف. واكيد عارفين ان في فرق في الكومبوزيشن، انه البوتاسيوم هو المين كاتاين اللي موجود في الاندولينف. وسبب الهاي بوتاسيوم ده انه اللاترال وول بتاع الاسكالا ميديا في فاسكيولار ستراكشر اسمه الاستراي باسكولاريس، في بامب بيزق بوتاسيوم ايونز كتير في الاندولينف، فبيزود تركيز البوتاسيوم وبيولد بوزيتيف بوتنشال مقداره بلس 80 ان ريليشن للبيريلينف. يعني الاندولينف هو بوزيتيف بالنسبه للبيريلينف بمقدار 80 ملي فولت. يعني اقولها بطريقه ثانيه، البيريلينف از نيجاتيف بالنسبه للاندولينف بمقدار 80 ملي فولت. طيب والفوتو والاوديتوري ريسبتور سيلز هير سيلز زي اي سيل تانية، هي ليها ريستنج ممبرين بوتنشال قيمته حوالي 70 ملي فولت، اقل من الاكسترا سيلولار فلويد، يعني اقل من البيري لينف. يعني الاندو السيتوبلازم اقل من البيري لينف ب 70 ملي فولت، والبيري لينف اقل من الاندولينف ب 80 ملي فولت. يعني فرق البوتنشال ما بين السيتوبلازم بتاع الهير سيل والاندولينف هيبقى كام؟ 150، مش كده؟ هذا الفرق الضخم في البوتنشال بيساعد جدا في اداء الريسبتور سيلز زي ما هنشوف حالا. بس برضو عاوز اراجع معاكم نقطة، وهي انه اللي بيفصل ما بين الاسكالا ميديا والاسكالا فيستيبيلاي هو ممبرين. والممبرين ده اللي بنسميه البازل الممبرين هو اللي مترصص حواليه او عليه من فوق الاورجن اوف كورتي سيلز، اللي هما نوعين سيلز، الهير سيلز والسبورتنج سيلز. طب هل الفلويد اللي موجود في الاسكالا تمباناي اللي هو البيري لينف حر في الوصول للاندولينف؟ لا طبعا، لان في فرق في التركيبه بينهم. لو كانوا متصلين ببعض بحريه ما كانش هيبقى في فرق في الكومبوزيشن. طب مين اللي منع الكونتاكت بينهم؟ يعني مين هو البارير؟ الحقيقه البارير هو تايت جونكشنز موجوده ما بين الايبكس بتاع السيلز دي، سواء الهير سيلز او السبورتنج سيلز، دول بينهم وبين بعض تايت جونكشنز، فبتمنع ان اللاتيري لينف اللي في الاسكالا تمباناي يقدر يوصل الى الاندولينف في الاسكالا ميديا. ويترتب على هذا النقطه الهامه اللي هقولها لكم، البيري لينف اللي موجود هنا في الاسكالا تمباناي مش يقدر يوصل للبيز بتاع الهير سيل. اه طبعا، لان البيز لسه ما وصلش للتاي جانكشن. يبقى البيز بتاع الهير سيل محوطه مين؟ بيري لينف. طب السيليا، السيليا دي بارزه في الاندولينف، يعني هي محاطه بايه؟ باندولينف. يعني الهير سيل ليها وضع مميز جدا، ان البيزال بارت بتاعها is surrounded by the perilymph، والسيليا بتاعتها are surrounded by the endolymph. وفي فرق في البوتنشال مقداره 150 ملي فولت ما بين الاندولينف and the inside of the hair cell. الحقيقتين دول
مهمين جدا في طريقة عمل الاوديتور ريسبتورز. ده تاني الرسم اللي انا برضو هربط الملاحظين، ده البازلر ميمبرين وده الهير سيلز ودي سبورتنج سيلز، والتايت جنكشن موجوده هنا بين الايبكس بتاع السيلز دي، فالبيز بتاع السيلز دي واصل له بيريليمف. بيريليمف يجي لغايه التايت جنكشن دي ويقف. السيليا موجوده بعد التايت جنكشن وبالتالي هي متحوطه بإندوليمف، في حين ان البيز متحوط بالبيريليمف اللي جاي لها من السكالا تمبانا. طيب ده نفس الشكل، انا الحقيقه حاطط اكتر من صوره عشان الامور تبقى واضحه. الاسود اللي قدامكم ده هو بيمثل التايت جنكشن اللي ما بين الهير سيلز والسبورتنج سيلز. السيليا اعتقد برضو انتم عارفين ان السيليا اللي طالعه دي شبكه في ميمبرين اسمه تكتوريال ميمبرين، وارجوكم تلاحظوا الاناتوميكال فيتشر دي، ان الاثنين سواء البازلر ميمبرين اللي شايل الاورجان سبورت او التكتوريال ميمبرين ده الاثنين ماسكين في الجزء اللي اسمه الموديلز اللي هي العظمه المركزيه اللي بتلف حواليها الكوكليا. معلش هرجع لورا كده عشان اوريكم بشكل اوضح للموضوع. بصوا دي الكوكليا، العظمه اللي في المركز دي هي اللي بنسميها الموديلس. وبيلف حواليها الكوكليا 2.5 turns، لفتين ونص بس كل لفه فوق الثانيه. يعني هي بقت عامله لما نبص لها زي الهرم. القاعده بتاعته هي اللفه الاولانيه. واللفه الثانيه زي الهرم المدرج كده. واللفه الثانيه اضيق واعلى. والنص اللفه الثالثه اعلى. كلهم لفين حوالين السنترال بون دي. طيب. نرجع للرسمه بتاعتنا. ماسك بقى في العظمه المركزيه دي الممبرين ده اللي اسمه البازلر ميمبرين، والممبرين ده اللي اسمه التكتوريال ميمبرين، الاثنين ماسكين في البوندي بس ات ديفرنت بوينتس، ده ماسك في نقطه وده ماسك في نقطه ثانيه. برضه هذا الترتيب الاناتوميكال مهم جدا عشان نفهم الاوديتوري ريسبتور بيشتغل ازاي. هو نورمال الساوند لما بيجي عن طريق التمبانيك ميمبرين، وبعدين الاوسيكلز بتتحول الانورد اوتورد موفمنت بتاع التمبانيك ميمبرين لحركه في الاوسيكلز، تتحول برضه في النهايه الى انورد اوتورد موفمنت اوف ذا فوت بليت اوف ذا ستيبس. بس في نقطه مهمه قوي، ان حركه الستيبس الان اند اوت دي حركه سبحان الله مميزه للغايه. معلش انا هرجع لورا كده. بصوا الصوت جاي اهو، حركه التمبانيك ميمبرين زي ما اتفقنا ان اند اوت، الاوسيكل اتحركت حركت الاستيبس برضو ان اند اوت، بس ملاحظين حركه الاستيبس ان اند اوت دي مميزه. ايه اللي مميز فيها؟ انها عامله بالظبط زي حركه الباب، من الناحيه اللي فوق بتخش المسافه ابعد من الحته اللي تحت، اكن الحته اللي تحت دي مفصله والعظمه بتلف حواليها زي حركه الباب بالظبط. طب تلاحظوا كده انه الاستيبس دي لما هتدوس مش الضغط بتاعها هيبقى اكنه جاي من فوق لتحت، مش كده؟ والضغط بتاعها ده هيخبط في مين؟ في البازلر ميمبرين. بصوا اهو هيخبط في البازلر ميمبرين، وده معناه ايه؟
ان حركه الاستيبس ان اند اوت هينشا منها في الباثولر ممبرين حركه ايه؟ اب اند داون، مش كده؟ يبقى حصل تغيير في اتجاه الفورس بفضل الارينجمنت بتاع حركه الاستيبس دي بس. لو الاستيبس بتزق كده ان اند اوت في اتجاه واحد، يعني زي المكبس بتاع الحقنه مثلا، كانت الحركه ما اتنقلتش للبذل الممبرين كويس. انما كمان الاستيبس وهي بتخش بتلف شويه كمان، بتلف اكنها بتدوس من فوق لتحت، فهتروح خط الويف بتاعت الكومبريشن دي في التمبانيك في البادلر ميمبرين، يقوم البادلر ميمبرين يتهز اب اند داون، تحولت الان اند اوت موفمنت بتاعت الساوند الى اب اند داون موفمنت في مين؟ في البادلر ميمبرين. طيب اب اند داون موفمنت في البادلر ميمبرين دي هتعمل ايه بقى؟ بصوا كده البادلر ميمبرين اهو يتحرك فوق وتحت. طب ومين ده؟ تكتور الممبرين. ولان التكتور الممبرين ماسك في نقطه انسرشن غير البازلر ممبرين، لما ده بيتحرك لفوق وتحت والتكتور الممبرين بيتحرك هو راسه لفوق وتحت، بس السيليا بتاعت الهير سيلز مزنوقه بين الاثنين، فبيحصل لها بندنج. تمام؟ فزي ما انتم شايفين احنا اتفقنا انه حركه الاستيتس هتعمل اب اند داون موفمنت في البازلر ميمبرين. الاب اند داون موفمنت دي بتتحقق في البازلر ميمبرين وبتتحقق في التكتوريال ميمبرين، بس منهم ممسوكين في نقطتين مختلفتين في بدايتهم، فبيحصل بينهم شير موفمنت. يعني ايه شير موفمنت؟ يعني بيتزحلقوا على بعض زي ما انتم شايفين. ده هو بيعلى لفوق، ده بيعلى لفوق وبيزق قدام شويه. ولان بينهم السيليا بتاعت الهير سيلز، فالسيليا بتنضغط. واضح من الرسم قدامكم انه لما البادلر ميمبرين بيعلى لفوق السيليا بتتحرك اوي لقدام يعني، ولما بتنزل لتحت السيليا بتميل الناحيه الثانيه. حركه السيليا دي هي اللي هتعمل استيميليشن للفوتوريسبتور. ازاي الكلام ده؟ احنا بس اتفقنا ان حركه البادلر ميمبرين مع التكتوريال ميمبرين بتخلي السيليا تميل يمين وشمال اثناء الاهتزاز. يعني ملاحظين ان الضوء ان الصوت كان جاي على التمبانيك ميمبرين تجاوز كده يمين شمال، ويحرك الاوسكيلز يمين شمال، حرك الاستيتس up and down. هو ترانزيشن، هو يمين شمال وفيها شويه up and down. قام البذلر ميمبرين اتحرك up and down، بس رجعنا للهير سيلز السيليا اتحركت يمين شمال. كويس. حركه السيليا دي هي اللي هتعمل استيميليشن اوف هير سيلز. ازاي؟ دي السيليا بتاعت الهير سيلز. الازرق اللي حواليها ده هو مين؟ الليمف، مش كده؟ اللي البوتنشال بتاعته قيمتها كام؟ بلس 80، وجوه البوتنشال قيمته كام؟ ماينس 70، ففي بوتنشال ديفرنس مقداره 150 ملي فولت. لما السيليا بتميل في اتجاه الاسهم دي، ملاحظين ان في بين كل سيليا واللي بعدها اللي هي اقصر منها في زي لينك السودة الصغيرة دي. الحقيقة اللينك دي ماسكة في ميكانيكال اين تشانل. لما السيليا هتميل في اتجاه الاسهم في الرسم اللي قدامنا ده الناحية اليمين، ده بيخلي فيه شد على اللينكس دي، فاللينكس دي بتفتح الميكانيكال تشانلز دي. الميكانيكال تشانلز دي بتسمح بدخول بوتاسيوم من الاندولينف الى الهير سيل. البوتاسيوم بيخش
مدفوع بإيه بقى؟ بكونسنتريشن وإلكتريكال جريديانت. ما احنا قلنا إن الاستريا فاسكيلاريس اللي في الاسكالا ميديا عمالة تضخ بوتاسيوم في الإندولينف، فالإندولينف تركيز البوتاسيوم فيه عالي وفي إكسس بوزيتيف تشارجز مقارنة بالسيتوبلازم بتاع الهيرسيل. صحيح السيتوبلازم فيه بوتاسيوم كتير، بس الاسترايا فاسكيلاريس بضخها البوتاسيوم في الاندولينف بتعلي البوتاسيوم كونسنتريشن في الاندولينف يبقى ايفن اعلى من اللي في السيتوبلازم بتاع الهيرسيل. فاول ما الشانل اللي انتم شايفينها دي تفتح نتيجه حركه السيليا يقوم البوتاسيوم اللي موجود في الاندولينف هيخش جوه الهير سيلز مدفوعا بالالكتريكال جريدينت الضخم اللي موجود الاندولينف بلس 80 لكن السيل ناقص 70، يبقى في بوتنشال ديفرنس 150 ملي فولت من اعلى البوتنشال ديفرنس اللي موجوده في الجسم، وكمان البوتاسيوم في الاندولينف عالي. وده اكزامبل فريد من نوعه من الديبولاريزيشن بتحدث عن طريق دخول بوتاسيوم. احنا متعودين دايما في اي نيورال او ريسبتور تيشو الديبولاريزيشن بتتم عن طريق دخول صوديوم، هنا الديبولاريزيشن بيتم بدخول بوتاسيوم، وده بفضل مين؟ بفضل الاستريا فاسكيلاريس اللي رفع التركيز البوتاسيوم في الاندولينف جدا وولدت فيه بوزيتيف بوتنشال عالي قوي. عشان اول ما السيليا بتاعت الهير سيلز دي تميل لجهه الميكانيكال جيتد شانلز اللي بتتشد عليها باللينكس اللي بين السيليا وبعضها، انتوا عارفين الشانل دي شبه لو عندك بالونه مطاط وفيها خرم صغير، لو ابتديت تنفخ البالونه دي الخرم بيوسع، او لو رحت شادد البالونه بايدك حوالين الخرم الخرمه بيوسع. حاجه شبه كده بيحصل هنا، السيليا الطويله مربوطه في السيليا الاقصر منها بخيط فايبرس لينك كده، لما بيميلوا يمين المسافه بينهم بتبعد، يقوم الفايبرس لينك دي تشد على الممبرين بتاعه السيليا ده تقوم توسع الخرم اللي فيه اللي هو التشانك، تقوم الترميابيليتي بتاعتها للبوتاسيوم تعلى، ثم البوتاسيوم يخش. ملاحظين طبعا لما بيخش اللي هو النقط الحمراء دي البوتاسيوم الدخل بيقلل النيجاتيفيتي جوه، بدل ما هي ناقص 70 تبقى ناقص 60، يعني حصل من ريسبتور بوتنشال ستيت اوف دي بولار بارشال دي بولاريزيشن. هذا البارشال دي بولاريزيشن واللي تو اوبننج اوف كالسيوم فولتج جيت شانل في البيزال بارت بتاع الهير سيل، تقوم برضو البيزال بارت ده موجود فيه فيزيكلز اوف كيميكال ترانسميتر جلوتامين، يبقى ريليز يروح على النيرف تيرمينالز اللي حوالين الهير سيل دي. هو حوالين الهير سيل دي فيه سنسوري نيرف تيرمينالز بتاع النيرف اسمه ايه؟ كوكليار نيرف اللي هو ديفيجن من الفيستيبيلو كوكليار نيرف كرينيال نيرف رقم 8. على التيرمينال اند بتاع الكوكليار نيرف ده في ريسبتورز فور جلوتامين اللي طلع من الهير سيل لما حصل لها ستيميليشن. الجلوتامين ده بيمسك على ريسبتورز اللي على التيرمينال اند بتاعت السنسوري كوكليار نيرف ده بتعمل له ستيميليشن تولد فيه اكشن بوتنشال which will travel along the cochlear nerve الى ان تصل الى السنترال نيرفوس سيستم. Then exactly what happens in the inner hair cell. وأظن أنتم عارفين إن الـ inner hair cells هم الـ true receptors for sound. الـ outer hair cells أهميتهم في استقبال الـ sound محدودة مقارنة بالـ inner hair cells. بدليل إنه أكثر من 90% من الـ نيرف فايبر اللي في الكوكليار نيرف جايه من الانر هير سيلز، واقل من 10% جايه من الاوتر هير سيلز، مع ان عدد الاوتر هير سيلز
اكتر بكتير من عدد الانر هير سيلز. كون ان الانر هير سيلز عددهم اقل ومع هذا واخدين الاغلبيه الكبرى من السنسوري نيرف، ده معناهم ان هم دول الترو ريسبتور فور ساوند. اما الاوتر هير سيلز وظيفتهم ايه؟ بالاضافه للمهمه المتواضعه بتاعهم في استقبال الساوند، لكن ليهم وظيفه ثانيه ان هم كونتراكتايل. كونتراكتايل يعني ايه؟ يعني لما بيحصل لهم دي بولاريزيشن زي ما شايفين كده، دي كونتراكت السيل نفسها، مايو ايبيثيليال سيل. مايو ايبيثيليال يعني ايه؟ هي ايبيثيليا وذ كونتراكتايل فانكشن. خدتوا مايو ايبيثيليال سيل قبل كده صح؟ فين؟ في التستبر لا لا في الاسيناي بتاعت الجلانز. الاسيناي بتاعت الجلانز هي سكويز كريشن اوت. يبقى الاوتر هير سيلز دي ار اكشولي كونتراكتايل سيلز. طب ودول وظيفتهم ايه؟ هما في الاخر واقفين برضه على البادلر ممبرين. يعني لما يعملوا كونتراكشن مش هما بيشدوا البادلر ممبرين؟ بيشدوه ويأيدوا حركته مش كده؟ نقدر نشبه المنطف بالوتر بتاع العود. لو حضرتك بتعدف على الوتر ده وبصبعك بتاع ايدك التانية ضغطت على الوتر في مكان، مش النغمة اللي طالعة من الوتر بتتغير؟ يس. أكن الهير سيلز الأوتر هير سيلز ديت عن طريق إنها بتشد البازلر ميمبرين في أماكن معينة بتخليه أكثر استجابة لفريكونسي معينة من الصوت في اللحظة دي. بمعنى انا مش عاوز اخش في تفاصيل ازاي البذلر ميمبرين بيتهز، ولو انه ممكن بصوا اللي قدامنا بيتهز ده هو البذلر ميمبرين. البذلر ميمبرين بيقدر يحدد الفريكونسي بتاعت الساوند، والفريكونسي بتاعت الساوند هي اللي بتخلينا نفرق بين الصوت والتاني. دو مي وفا دول كلهم ديفرنت فريكونسيز. مين اللي الديسكريميشن ده بيتم عن طريق المكان اللي على البازلر ميمبرين اللي بيحدث فيه ماكسيمال ستيميليشن. المكان اللي على البازلر ميمبرين بيحدث فيه ماكسيمال ستيميليشن وما هو المكان اللي بيحدث فيه ماكسيمال اب اند داون فايبريشن. حركة الستيبس اللي انا كلمتكم عنها من شوية اللي هي ان اوت من فوق لتحت بتخلي البازلر ميمبرين يتهز بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، زي ما حضرتك تمسك ملاية وتنفضها فتعمل ويف. الويف دي بتصل للبيك بتاعها عند مسافة ما من بدايتها depending على what؟ depending على الفريكونسي بتاع الساوند اللي جاي للويف. لو كانت الفريكونسي بتاعت الساوند عالية بالمثال اللي قدامنا ده 6 كيلو هرتز بتعمل ويف في البازلر ميمبرين بيصل للبيك بتاعته لقمته في المنطقة دي من البازلر ميمبرين. لكن لو كانت الفريكونسي 2 كيلو هرتز بس أقل يعني الويف دي بتوصل للبيك بتاعها ابعد ناحيه الايبكس. يعني اكن اكوردنج للفريكونسي بتاع الساوند الويف بتسافر على البازلر ميمبرين وتوصل للبيك ات ديفرنت اريز. وبالتالي لما الصوت يكون الفريكونسي بتاعته 6 كيلو هرتز يبقى الهير سيلز اللي موجوده في المكان ده على البادلر ميمبرين هي اللي هتبقى ماكسيمالي ستيميليتد، لكن الهير سيلز اللي موجوده عند الايبكس ما اتحركتش حركه تذكر، وبالتالي الاستيميليشن عليها هيبقى مينيمال. يعني اظن بقى انه مش كل صوت
بيخلي البذلر ميمبرين يهتز بصوره متساويه في كل انحائه. لا ده في ويف بتحدث في البذلر ميمبرين اكوردنج للفريكونسي اوف ساوند، والويف دي بتصل للبيك بتاعها ات ديفرنت areas of the membrane depending على الفريكونسي اوف ساوند. فلو الساوند زي ما انتم شايفينه كده 6 كيلو هرتز، مين الهير سيلز اللي هتشتغل اللي في المكان ده؟ تقوم الاشاره تتبعت من المكان ده للبرين، يقوم المنطقه في البرين اللي بتوصلها الاشاره تفهم ان الصوت 6 كيلو هرتز. انما لو الصوت اتغيرت الفريكونسي بتاعته ل 2 كيلو هرتز، الهير سيلز دي اللي بتشتغل اكتر، بيبعتوا لمنطقه اخرى في الاوديتوري كورتكس، تقوم الكورتكس يفهم ان الفريكونسي اتغيرت وبقت اقل، يعني صوت بقى اتخن. اوكي؟ يبقى اذا اكوردنج للفريكونسي بتاع الساوند بيحصل ستيميليشن لديفرنت اوديتوري ريسبتورز. يبقى الديسكريميشن اوف ذا ساوند فريكونسي ديبيندز على البليس برنسبل اللي قدامنا ده، ان ديفرنت فريكونسي اوف ساوند ويل كوز ماكسيمال ستيميليشن ات ديفرنت بليسز اون ذا بازيلر ميمبرين. انا بقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ عشان الموضوع ده مرتبط بالفانكشن بتاع الالتر هير سيلز. الالتر هير سيلز عن طريق الكونتراكشن بتاعها بتتدخل في خصائص الفايبريشن بتاع البافيلر ميمبرين. طب وفايدته ايه؟ انها تبوتنشيت الحركه بتاعه البافيلر ميمبرين في المكان اللي مختص بالفريكونسي دي، وتقلل خالص الحركه بتاعه البافيلر ميمبرين في الاماكن الاخرى. طب وفايده ده ايه؟ وضوح الصوت. انه انا كده بخلي خصائص البافيلر ميمبرين اكثر وضوحا، يبقى اكن وظيفه الاوتر هير سيلز في الحقيقه هي توضح الفريكونسي اللي عامل ماكسيمال ستيميليشن في مكان ما. يعني مثال توضيحي للموضوع، انا ممكن اكون قاعد في غرفه فيها ناس كتير بتتكلم، وانا عاوز اكلم واحد قاعد جنبي وعاوز اسمع هو بيقول ايه. انا ممكن اركز ودني معاه، ودني تتجاهل الاصوات اللي جنب الاخرين. جزء من هذا التجاهل بيتم عن طريق الاوتر هير سيلز، ان الاصوات التانيه دي بتعمل استيميليشن للبذلر ميمبرين في اماكن اخرى غير الصوت اللي بيكلمني. يوم البرين يبعت موتور امبلسز، مش انتوا خدتوا في الاورجان اوف كورت ان ليه افرنت سبلاي من الاوليفري نيوكليوس؟ فايده الموتور سبلاي ده انه يشغل الاوتر هير سيلز عشان تقلل الاشارات اللي جايه من الاماكن اللي غير مرغوب فيها دلوقتي من البذلر ميمبرين، الاماكن الغير مرغوبه اللي هي مستقبله الاصوات من الدوشه اللي حواليا. أقوم كده بدي فرصة أفضل للجزء اللي مش بيستقبل الإشارات أو الأصوات اللي جاية من الشخص اللي أنا بكلمه، أقوم أركز وأسمعه أوضح. نفس الحكاية لو حضرتك قاعد في حفلة مزيكا بيعزف أوركسترا، في آلات كتير، أنت ممكن تركز مع صوت آلة منهم. أنا بحب البيانو، والأوركسترا اللي قدامي فيه بيانو وفي آلات تانية كتير. أنا ممكن عن طريق التحكم في الفانكشن بتاعة الأوتر هير سيلز اللي بيتم بصورة لا إرادية، أركز ودني مع البيانو بالفريكونسي بتاعته، تقوم الأوتر هير سيلز في الأماكن الأخرى تكتف البافيلر ميمبرين، تكتفه يعني ما تخليهوش يتهز، تقوم تخلي الجزء اللي بيستقبل الفريكونسي اللي جاية لي من البيانو أوضح ما يمكن، مش مشوش عليها باشارات اخرى. دي الفانكشن الاساسيه بتاعت الاوتر هير سيلز، وعشان كده ربنا مخليه كونتراكتايل. اللاترال الاوتر هير سيلز
ار كونتراكتايل دايمنج شايفين بتشتغل بنفس الطريقه. يعني السيليا برضه بيحصل لها بندنج وبتدخل بوتاسيوم وتعمل ديبولاريزيشن، بس الكونسيكونس بتاع الكلام ده هو انها بتعمل هايبر انا اسف كونتراكشن في السيلز، وهي متحكم فيها اكثر مش بالميكانيزم ده، متحكم فيها بالديفرنت كونكشنز اللي جايه لها من البرين. اوكي This is the mechanism of stimulation of the auditory receptor.